العكاوي. العكاوي هي بيل البقرة، عشان بس ايه في ناس ما تعرفش المعلومة دي، ودي حاجة حلوة جدا مش حاجة وحشة خالص. طيب، وبيكون فيها دهون كتير عادة. ممكن انتوا بعد ما تسلقوا عشان تاخدوا طعم الدهن، تقطعوا الدهن بعد السلق اللي هو بيبقى شكله كده. استنوا بس البس جلوفز عشان اوريهولكم. بس الدهون اللي احنا هنقطعها دي هنحطها في الطاجن برضو، حتى لو انتوا مش عايزين تاكلوها. ليه؟ لان هو ده اللي هيدينا الطعم بتاع طاجن العكاوي. فاللي ما بيحبش الدهون مفيش مشكله، اسلقوا العكاوي شيلوا الدهون بس حطوها في الطاجن حتى لو مش هتاكلوها. وفي الحاله دي ما بنحطش سمنه اهي. بصوا الدهون دي، او علي كان نايم بس صحي دلوقتي اهو. الدهون دي ممكن نشيلها احنا بعد كده بالسكينه بعد السلق، وبعدين نحطها في الطاجن. دي اللي هتدينا الطعم يا جماعه، ودي اللي بتدي طعم للشوربه. فابدا ما تتشالش قبل السلق ولا تتشال من الطاجن. بعد كده انتوا مش عايزين تاكلوها خلاص مش مشكله، لكن هتدينا طعم كويس جدا. يلا نقول المقادير بقى. عندنا عكاوي، العكاوي بتتجاب بالديل يعني بالقطعه، مش بتتجاب بالكيلو. فانتوا بتاخدوا واحده قطعه على بعضها والجزار بيقطعها لكم، ولذلك بتكون من اول التخين خالص لحد ارفع قطعه، لانه طبعا الديل بيبقى يعني تخين نازل على رفيع. تمام. بعدين عندنا كل ما نزود البصل كل ما يبقى احلى. يعني انا شخصيا بحط قد كميه العكاوي بصل، بصل ابيض ويكون متقطع شرايح رفيعه جدا. فلفل رومي اختياري، احيانا بحطه واحيانا بكتفي بالبصل الصراحه. سمنه بلدي لو انتوا مش هتحطوا الدهنه بتاعه العكاوي، لو هتحطوا دهنه العكاوي خلاص تمام، هاخد منها يعني معلقه خفيفه جدا للتشويح. خلاص. جوزة الطيب، قرفه، حبهان، مستكه. ولسلق العكاوي عندنا بصل وجزر وكرات وكرفس، روزماري وزعتر، ملح، فلفل حب او فلفل حصى، عود قرفه، حبهان، مستكه، لورا، قرنفل. ودي الحاجات اللي انا بحطها لاي سلق. بنعمل ايه؟ بنجيب، بسم الله الرحمن الرحيم، حلة هحطها على النار، بسم الله، وهجيب العكاوي الأول أديها تشويحة مع معلقة من السمنة ومع التوابل. هحط معلقة سمنة بلدي وهحط التوابل كلها الاول. ليه؟ علشان اخد الاول التشويحه بتاعه العكاوي اديها طعم ولون وريحه، وبعدين ابتدي اكمل السلق عادي خالص. فهحط، بسم الله، عود قرفه صحيح، فلفل حصى يعني فلفل صحيح، فلفل اسود صحيح، حبهان صحيح، مستكه، وما تكتروش المستكه عشان بتمرر، لورا، وبرده ما تكتروش القرنفل، واحدتين ثلاثه. هحط معاهم معلقه من السمنه او الزيت طبعا، للي حابب ان هو يستخدم زيت مفيش مشكله اهو. هحط بصلايا، كرات وكرفس، روزماري وزعتر، وجزر. وكل ما تكون الحاجات صحيحة وكبيرة كل ما تسهل عليكم بعد كده وانتوا بتصفوا انها تتصفى بسرعة. خلاص تمام. بعدين ابتدي اقلب، بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام ده كله مع بعض. وما انساش احط الملح، عشان كل التوابل اللي احنا حطيناها دي ما فيهاش ملح. ادي الملح اهو. وبعدين ابتدي اقلب لحد ما العكاوي عندي تاخد اللون. وبعدين ابتدي انزل عليها الميه السخنه. ادي الميه السخنه اهو. طيب، بعد ما تتسلق نص سلقه لتلات ارباع سلقه هيكون ده شكلها، وهنصفي الشوربه هيبقى ده شكلها. هنعمل ايه؟
هنقوم واخدين ووك او حله او اي حاجه حاطينها على النار، هنحط فيها البصل الشرايح ويكون كميته كبيره زي ما قلت لكم، وهحط على البصل الشرايح جوزة الطيب، قرفة، حبهان بودرة، ملح، فلفل اسود، هحط معلقة سمنة هنا، وبعدين ممكن اخد شريحتين كده من الفلفل مش كتير، انا بحب البصل يبقى واضح اكتر، ونبتدي نقلب شرايح البصل مع الملح والفلفل وجوزة الطيب والقرفة مع الفلفل الرومي، والريحة هنا رائعة رائعة. وبعدين اقوم منزلة العكاوي اللي اتسلقت في نفس المقادير دي ثلاث ارباع سلقة، وزي ما انتم شايفين كده بتبدأ بالحجم الكبير توصل لأصغر حجم اهو، وبعدين اخدها تقلبتين مع البصل والتوابل والفلفل، واللي بيحب الفلفل الحار يحط فلفل حار مفروم، او صحيح لو انتم مش عايزينه حار قوي يدوبك يدي الطعم من غير ما يبقى حراق زيادة عن اللزوم. وبعدين اقوم جايبة الطاجن، بسم الله، انزل فيه المكونات، بسم الله، نزل منه كل البصل، وبعدين اقوم واخده الشوربة اللي صفيناها حطها هنا، واقوم مدخله الطاجن الفرن، هيقعد مدة ساعة لساعة ونص لحد ما تبقى العكاوي اللحمة بتسيب العظم لوحده. هنا اخدنا التشويحة، هنزل عليها المية السخنة. طيب نشوف الحلة يا استاذ عبد الوهاب بعد اذنك، فيها العكاوي بتتسلق بكل المنكهات اللي احنا حطيناها لها وبالتشويحة اللي اخدناها مع كل الخضروات والبهارات وبدأت تستوي. دخلنا كمان معانا العكاوي اللي احنا كنا سلقينها اصلا في الفرن،